السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور هشام المونجي، أستاذ مساعد في قسم هندسة الحاسب والنظم في جامعة اسكندرية. شغالين في مادة Database Systems، بنشتغل من كتاب بتاع رامز المصري Fundamentals of Database Systems. بعد ما خلصنا الجزء الأولاني اللي هو إزاي أستخدم الـ Database System as a Black Box، إن أنا إزاي أعمل Designing لـ Database وأعمل Implementation لـ Database، بدأنا نتكلم جوه الـ Engine. أول حاجة أخدناها المحاضرة اللي فاتت كانت الستورج انجن. الستورج انجن ازاي الداتا will be stored على الديسكس internally، وشوفنا كمان البافر مانجر. البافر مانجر ده كومبوننت المسؤول عن البافرز جوه الميموري، البيجز بتاعت الديسك بتاعت الريليشنز لما اجيبها عندي في الميموري ازاي هخليها موجودة عندي واعمل لها بيننج ويحصل ريبليسمنت وهكذا. النهاردة هنبدأ نتكلم على indexing structures for files، ازاي الريليشنز اللي موجودة عندي او الجداول ديت محتاج يكون عليها حاجة بنسميها index. لو بصينا مع بعض على اي text book، وليكن التكست بوك اللي معانا دوت distributed systems، هنلاقي في الاول table of contents. table of contents ده بيقول لي ايه؟ ده بيقول لي ايه الشابترز اللي موجودة، تمام، وكل سكشن موجود في صفحة كام. بس الحقيقة مش هو ده الاندكس اللي انا عايز اتكلم عليه، دوت table of contents مش اندكس. الاندكس عادة بيبقى موجود في اخر الكتاب. دوت الاندكس، الاندكس بيبقى فيه ايه؟ لو بصينا كده بنلاقي فيه كلمة او expression ورقم الصفحة اللي expression ده ذكر فيها، expression معين ورقم الصفحة اللي ذكر فيها الاكسبريشن دوت. ممكن expression معين يكون ذكر في اكتر من مرة، تمام، فدوت الاندكس اللي عندي. نلاحظ ان الاندكس مترتب، الاكسبريشنز دي كلها مترتبة، بمعنى لو انا بدور على كلمة معينة مش محتاج اعمل linear search، انا ممكن اعمل binary search عليه. الاقي ان حجم الاندكس ممكن يكون 5 6 صفحات في الكتاب، بينما الكتاب كله ممكن يكون 1000 صفحة. حجم الاندكس اللي في الاخر ده بيبقى حجمه صغير جدا بالنسبة للكتاب. كل سطر من دول، كل اكسبريشن من دول حجمها صغير مقارنة بالصفحة بتاعت الكتاب اللي هي ذكرت فيها. يعني هنا هو في كلمتين ده ورقم، بينما الصفحة شوف فيها كام كلمة. حجم الاندكس اصغر كتير من حجم الديتا، الاندكس مترتب. الاندكس بيساعدني في اني اقدر اوصل للديتا بتاعتي، بيساعدني ان اقدر اعرف مثلا كلمة copy by value دي ذكرت في انهي مكان في الكتاب بتاعي. وبالتالي الاندكس بتاعي عبارة عن ايه؟ بنقول a single level index، عشان هناخد لسه المالتي ليفل كمان شوية. An index is an auxiliary file that makes it more efficient to search for a record in the data file. ده عبارة عن فايل تاني. أنا عندي فايل للديتا، ده كان بالنسبة لي كان الكتاب، وعندي في الآخر خالص مجموعة من الصفحات زيادة ما هيش من ضمن صفحات الكتاب، دي صفحات زيادة إضافية auxiliary file، بيخليني إني أقدر أدور بسهولة على expression أو على record في الديتا فايل. The index is usually specified on one field of the file. يعني ممكن يكون عندك ريليشن مثلا معينه بتاعت الامبلوي، تقول لي انا عايز ادور بالامبلوي اس اس ان او بالامبلوي نيم، بتحدد لي فيلد معين، تمام. الاس اس ان دوت يقول لك ده موجود في المكان الفلاني، الاس اس ان دوت يقول لك ده موجود في البيج الفلانيه في البلوك الفلاني على الديسك. although it could be specified on several fields، يعني ممكن تكون انت الاندكس بتاعك مش معرفه على فيلد واحد، لا، تقول لي مثلا انا عايز العربيه اللي رقم الشاسيه كذا ورقم الموتور كذا، تديني حاجتين. تقول لي انا عايز الديبندنت اللي الامبلوي اس اس ان بتاعه اللي بيعوله بيكفله رقمه من 1 2 3 لغايه 9 اللي هو جون سميث، واسم الديبندنت كان كارل مثلا. فممكن يكون الاندكس مش شرط يكون متعرف فقط على فيلد واحد، ممكن على اكتر من فيلد. المهم ان هو انا عندي حاجه سيرش كي بدور بيه على حاجه معينه، تمام، فانا بسال الاندكس الحاجه دي موجوده فين، الاندكس يقول لي دي موجوده في المكان الفلاني. One form of an index is a file، عباره عن جدول ريليشن،
التابلز بتاعت الريليشن ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن field value and pointer to record. field value و pointer to record. يعني ده مثال لإندكس هشرحه كمان شوية. عبارة عن ايه؟ ممكن تبص له ان هو عبارة عن جدول في field value و pointer. يا ترى الريكورد ده موجود فين؟ field value و pointer الريكورد موجود فين؟ So a form of an index is a file of entries, field value, pointer to record. والتابل دوت او الريليشن ديت it's ordered by a field value. It's ordered by the field. يعني هنلاقي الاندكس دوت برضو مترتب هنا هوت زي الاندكس اللي في اخر الكتاب مترتب ابجديا مثلا لو هو كان تكست او نيوميريكال لو هما كانت شوية ارقام. وبما اني بستخدم الاندكس دوت عشان اقدر اوصل لل فيلد دوت موجود فين، فبالتالي الاندكس دوت يعتبر طريق للوصول للفيلد، بمعنى ان هو طريق وصول يعني access path. فبقدر اقول that the index is also an access path on the field. اقول لك عندك access path على ال SSN، تقول لي اه انا عندي الاندكس الفلاني. The index file usually occupies considerably less disk blocks than the data file because its entries are much smaller، زي الاندكس اللي في اخر الكتاب كان حجمه صغير بالنسبه للكتاب، برضه الاندكس فايل اصغر كتير من الداتا فايل. وبما ان الاندكس فايل مترتب فبالتالي a binary search on the index yields a pointer to the file record، تعمل binary search عشان تقدر توصل على طول للبوينتر اللي هو ديسك بلوك، الادريس اوف ذا ديسك بلوك اللي فيه الفيلد اللي انت بتدور عليه. بنقول ان الاندكس ممكن يكون dense أو sparse. A dense index معناها it has an index entry for every search key value and hence every record in the data file. A dense index معناها كأنك أخدت كل كلمة في الكتاب، كل كلمة يونيك في الكتاب، وقلت الكلمة دي موجودة فين. هتلاقي إن عدد ال entries في الindex هو عدد الكلمات المختلفة في الكتاب. dense index معناه عنده an entry لكل search key value بتدور عليها. sparse index أو non-dense index on the other hand has index entries for only some of the search keys. مش كل الكلمات، مش كل ال entries، مش كل ال search values موجودة في ال sparse index. زي الكتاب المثال اللي انا وريته لكم كان الاكسبريشنز المهمه في الكتاب بس هي اللي كانت مذكوره في الاندكس اللي في الاخر. That's a sparse index او non-dense index. تعالوا نبص على مثال مع بعض عشان نحس بجد هل الاندكس دوت حاجه مفيده ولا لا. So indexes as access paths بيقول لي I have a relation employee في name of the employee SSN address الجوب salary and so on. A record size بتاع employee relation ديت 150 بايت. البلوك سايز افترض ان هو نص كيلو 512 بايت، وعنده حوالي 30,000 ريكورد. وبالتالي الداتا فايل لو جينا بصينا عليها البلوكينج فاكتور بتاعها عباره عن ايه؟ البلوكينج فاكتور يا ترى انا عندي كام ريكورد في كل بلوك؟ فدوت هقسم البلوك سايز على الريكورد سايز، هيبقى ال 512 ديت هقسمها على 150، يبقى on the average انا عندي 3 records per block. 3 records per block، خاصة لو انا عندي non-spanned record organization، فبالتالي هم 3 records per block وبقية البلوك هيبقى فاضي. طب يا ترى انا عندي كام بلوك في الفايل؟ انت قلت لي انت عندك 30,000 record وانت بتحط 3 record في per block، يبقى كام بلوك هتقسمهم؟ 30,000 هتقسمها على 3 هيديني 10,000 بلوك. طيب لو انا عملت اندكس على ال SSN بحيث ان انا ادور ال SSN دوت بكام، فبيقول لي assume that the field size ال SSN الفيلد بتاع ال SSN دوت 9 بايت، والريكورد بوينتر السايز بتاعه 7 بايتس. فبالتالي an index entry اللي هو كل سطر من دول بنسميها index entry
السايز بتاعها هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن السايز بتاع الفيلد فاليو الاس اس ان، والسايز بتاع البوينتر يبقى 9 زائد 7 ب 16 بايت. طب يا ترى الاندكس بلوكينج فاكتور في البلوك الواحد اقدر اشيل كام اندكس انتري؟ انت قلت لي البلوك 512 هقسمهم على ال 16 هيديني 32 انتري في كل بلوك، يبقى كل بلوك فيه 32 انتري من الاندكس، بينما الفايل نفسه كل بلوك كان فيه دوبك 3 ريكوردز فقط. طب السايز بتاع الاندكس، انا عندي كام اندكس بلوك؟ هتقول لي انا عندي 30000 ريكورد، assuming ان هوت ان انا عندي الدنس اندكس، تقول لي اس اس ان الفلاني، اقول لك الموظف الفلاني اس اس ان الفلاني الموظف الفلاني، ميك سنس ان اس اس ان نعمل عليه دنس اندكس. في الحاله ديت ال 30000 ريكورد هنقسمهم على ال 32 انتري دول، يبقى انا محتاج 30000 انتري على 32000 على 32 انتري بير بلوك، حوالي 938 بلوكس. لو جينا عملنا باينري سيرش على الاندكس، يبقى انا كده هعمل كام ديسك اي او؟ يبقى انا هعمل لوج 2 نمبر اوف بلوكس، لوج نمبر اوف بلوكس مش نمبر اوف ريكوردز، انا بعمل ديسك اي اوز، انا بجيب البلوك اللي في النص وبشوف هل الريكورد الانتري اللي بدور عليها قبل البلوك ده ولا بعد البلوك ده. فانا عندي نمبر اوف بلوكس باخد اللوج بتاعهم، يبقى لوج لل 938 ب 10 بلوك اكسسز، عدد الديسك اي اوز 10. يبقى لو هدور على اي امبلوي يا دوبك محتاج اعمل 10 ديسك اي او. طب لو انا ما كانش عندي اندكس وكان عندي الفايل موجود بس، كنت هضطر اعمل لينير سيرش اون ذا افريج، هقرا نص الفايل ال 10000 بلوكس بتوع الفايل هقرا نصهم، يعني هقرا هعمل 5000 اي او، انا هنا عملت 10 اي او بدل 5000 اي او. حتى لو الفايل كان مترتب، لو الفايل كان مترتب تمام، كان ممكن اعمل باينري سيرش على الفايل، وقتها هتقول لي الفايل فيه 10000 بلوك اللي انا حاسبها هنا اهوت، كنت هتعمل لي لوج لل 10000 هيديك 14 بلوك اكسسز تمام. انا برضو مع الاندكس هعمل 10 ديسك اي او بدل ما اعمل 14، يعني انا وفرت 4 اي اوز من كل 14. هنبدأ نشوف أنواع الإندكسز types of single level indexes. أول نوع من single level indexes بنسميه primary index. البرايمري إندكس دوت بيبقى متعرف على an ordered data file، وبيبقى متعرف على primary key بتاعه the data file is ordered on the key field. البرايمري إندكس بيبقى متعرف على an ordered data file، يعني الداتا فايل نفسها مترتبة. الداتا فايل مترتب، ومترتب على كي فيلد، يعني مفيش تكرار، مفيش تكرار في الكي اللي بدور عليه. فبيقول لي it includes an index entry for each block، بمعنى ان هو it's non-dense. تعالوا نبص على الرسمة بتاعته وبعد كده نقرا الكلام. انا عندي هنا هو relation، البرايمري كي بتاعها هو النيم في الحالة اللي قدامي ديت، الأسامي مترتبة، الريليشن نفسها مترتبة، وبالتالي أنا مش محتاج إن أنا أعمل انتري لكل ريكورد، أنا يا دوبك محتاج بلوك بوينتر وليس ريكورد بوينتر. تقول لي أرن إد، إدوارد دوت موجود فين؟ أقول لك ده موجود في البلوك الفلاني، بيج الأولانية. طب جون أدمز، تقول لي ده موجود في البلوك الثاني. ادوارد الكسندر، ده موجود في البلوك الثالث، الكسندر بالاي تمام. تروي، ده الين تروي، ده موجود فين؟ ده موجود هنا اهوت. فبالتالي انا مش محتاج احط انتري لكل واحد من دول. لو انا مثلا بدور على اندرز كيث، فتقول لي انا هعمل باينري سيرش هنا اهوت على اندرز تمام. اندرز ده موجود فين؟ تقول لي اندرز دوت بعد الين، قبل اندرسون، خلاص يبقى انا هاخد قبل اندرسون، يبقى انا هاخد الين، هاخد تروي دوت وهروح البلوك ده، يا اما هلاقي حد اسمه اندرز يا اما مش هلاقيه.
انا عملت الديسك اي او، جبت ديت عندي في الميموري، ادور بقى في الميموري على اندرس جوه، لو لقيته خير وبركه، لو ما لقيتوش يبقى مش موجود عندي اوريدي في الديتا. وكوني بدور في الميموري، انا شغال بالنانو سكندز اليومين دول، البروسيسورز طاقتها كده اهوت، بينما الديسك اي او اتفقنا انها ميلي سكندز، فما عنديش مشكله اني ادور في الميموري اهوت. انا يا دوبك هاخد 1 انتري بير بلوك، مش محتاج لكل ريكورد انتري، هاخد 1 انتري بير بلوك، اجيب البلوك وبعد كده اعمل باينري سيرش عليه. So it includes an index entry for each block in the data file. نفتكر ان الفايل مترتب والترتيب دوت على key field. The index entry has the key field value of the first record in the block, وده هنسميه block anchor. هنبص كده هوت، هنلاقي الانتري ديت فيها ايه؟ فيها الفاليو بتاعت اول واحد في البلوك. جون ادمز ده اول واحد في البلوك الثاني. هنا الكسندر اد ده تالت واحد. الين تروي ده اللي بعديه. اندرسون زاخ دوت اللي هو هنا اهوت. فاخدنا اول واحد، اول ريكورد في كل بلوك، بقى هو دوت اللي موجود عندي از بلوك انكر. البرايمري كي فاليو ده البلوك انكر، كاني ايه انكر كده معلق منه البلوك اول انتري. ممكن واحد يقول طب احنا هعمل اندكس بس هسجل اخر واحد لاست ريكورد، اقول لك هتشتغل برضو، بس المهم تبقى كونسيستنت، تبقى دايما ايه بتسجل اخر واحد. So a primary index is non-dense يعني sparse index، انا ما باخدش since it includes an entry for each disk block. في entry لكل disk block مش entry لكل record. An entry for each disk block of the data file and the keys of its anchor records rather than for each search value. يا دوبك في الكي بتاع الانكر ريكوردز فقط وليس كل سيرش فاليو، كل اللي فيه الكي الفاليو بتاعت الايه الانكر فقط، كل انكر ريكورد هو الانكر دوت هو بس اللي معايا. فده اول اندكس اخدناه مع بعض بنسميه برايمري اندكس. برايمري اندكس الداتا فايل مترتبه، دايما الاندكس مترتب، بس البرايمري اندكس بقول لك ان الداتا فايل مترتب على البرايمري كي بتاعك. من ضمن الاندكسز التانية clustering index. clustering index، clustering index متعرف برضو على order data file. الريليشن بتاعتي مترتبة، الريليشن بتاعتي مترتبة، ولكن الترتيب على non-key field، بمعنى ان في تكرار. تعالوا نبص على مثال. انا عندي هنا هو data file وليكن employee، وقررنا ان هو يبقى مترتب على الديبارتمنت نمبر، موظفين الديبارتمنت الاولاني، موظفين الديبارتمنت الثاني، موظفين الديبارتمنت الثالث، الديبارتمنت الرابع، موظفين في 2 موظفين، موظفين اللي في الخامس، وهكذا. فهو الداتا فايل مترتب على نان كي اتريبيوت. So the data file is ordered on a non-key field unlike the primary index. The primary index احنا عارفين it requires that the ordering field of the data file has distinct value for each record. انا هنا هوت ما عنديش distinct value for each record، انا هنا هوت ممكن يبقى records ليها اكتر بايه الفيلدز ما هياش يونيك عندي هنا هوت. طيب في entry في الindex لكل مين؟ اقول لك for each distinct value. For each distinct value. يعني تقول لي ديبارتمنت نمره واحد، يقول لك اه دول بيبداوا من البلوك الفلاني. ديبارتمنت اتنين دول بيبداوا من البلوك برضو الاولاني اهو. ديبارتمنت تلاته بيبداوا من البلوك دوت هنا اهو. ديبارتمنت اربعه بيبدا من البلوك ده. يبقى الريليشن مترتبه كده اهوت. طب تيجي تقول لي طب انا عايز I need all the employees in the third department. department 3 رجع لي كل الامبلويز اللي فيه. فهتروح رايح كده اهوت تبص كده انت في انهي بيج، يقول لك انا في بيج نمره 75 في الفايل. فنروح رايحين نجيب البيج 75 ولتكن ديت ونقراها، ندور في الميموري كده اهوت بيبدا من فين. ندور كده اهوت بيبدا من فين الريكورد نمره الديبارتمنت 3، ولما نلاقيه نلاقي ان هو اخر واحد، ده احتمال يكون فيه بعديه. اه ده دي
بيج نمر 75. طب انا عايز اقرا بيج نمر 76 كمان، ادور فيها هل فيها تلاتات ولا لا. اه فيها تلاتات اهوت، لغايه اما اوصل لحاجه مش تلاته يبقى انا كده هوقف بحث. So it includes an index entry for each distinct value in the field. The index entry points to the first data block that contains the records with that field value. البوينتر دوت بيشاور على اول داتا بلوك بايه؟ في ريكوردز للديبارتمنت او للفيلد فاليو اللي بندور عليها. وده مثال برضو for a non-dense index. It's another example of non-dense index. Non-dense index. عدد الانتريز هنا هي عدد الديستنكت فاليوز، ما هواش عدد الريكوردز. بيقول لي insertion وديليشن is relatively straightforward with the clustering index. صحيح، انا لو عندي employee جديد عايز ازوده في الريليشن ايه اللي هيحصل؟ السؤال ده برضو موجود في البرايمري اندكس. انا لو عندي برايمري اندكس وعندي employee جديد عايز ازوده هعمل ايه؟ تيجي تقول لي انا عندي employee وعايز ازوده في المكان الفلاني، هزوده بين الاثنين دول. لو عندك مكان في البيج ديت خير وبركة. ما عندكش مكان هتضطر انك تحشره. هنضطر ان احنا نحشره في النص ونزقهم بقى. تمام؟ ده تكلفة هتبقى غالية. لو عايز تديليت واحد مثلا ممكن تعلم ان هو ديليتد. تمام؟ بحيث لو حبيت انسرت بعد كده في نفس البيج ممكن ايه؟ تقدر ترتبهم وتستغل الاماكن الديليتد، وكل ده حاجات في الميموري مش في الديسك، ما هياش كوستي. ده مثال تاني لكلاسترينج اندكس. في المثال دوت الانسرشن والديليشن الحقيقه فيه احسن. بدل ما انا هنا هوت كنت عايز احشر حد وازق وابقى عايز اريبيلد البوينترز ديت ولا اعمل ايه؟ قال لك لا، انت عامل لك بلوك لكل ديستنكت فاليو. يعني عندك ديبارتمنت واحد حطهم في بلوك مع بعضيهم، خلي الباقيين دول فاضيين. بلوك نمرة 2 عندي 2 بس وبقية الاريا فاضية. بلوك نمرة 3 عندك امبلويز كتيرة، خلاص حطهم هنا هوت واعمل لك انذر بلوك لديبارتمنت 3 وخلي البلوك الاولاني يشاور على البلوك الثاني. بحيث يبقى كل التلاتات كل البلوكس اللي فيها تلاتات متشاورة على بعض. بلوك 4 ما فيهوش غير 2 بس، فبالتالي البلوك بوينتر هيشاور على البلوك اللي فيه الاربعات وما في ايه وفي مفيش بلوك تاني فيه اربعات، فيبقى عندي نال بوينتر هنا اهوت بيقول لي ان ايه؟ انا بيج فيا داخلي الامبلويز اللي في ديبارتمنت اربعه ومفيش بيج تانيه فيها امبلويز نمره اربعه. ومن هنا الانسرشن بسهوله قوي، هتحطها في المكان الفاضي لو عندك مكان فاضي، لو ما عندكش مكان فاضي هتعمل ايه؟ هتروح وتعمل كرييشن لانذر بيج وتخلي البيج نمره خمسه مثلا تشاور على البيج الجديده نمره خمسه. وبكده insertion و deletion تبقى أحسن كتير. طيب دلوقتي لو أنت قلت لي قبل ما ندخل في التايبس الجديدة أقول لك يا ترى هو أنا ينفع يكون عندي كام إندكس على الريليشن الواحدة؟ تقول لي ممكن يبقى عندك إندكسز مختلفة، إندكس على SSN، إندكس على النيم. لا، هقول لك السؤال انا عندي كام clustering index وكام primary index ممكن يكونوا على relation at the same time. هتقول لي الحقيقة هو واحد بس، ما ينفعش يكون عندي اكتر من primary او clustering index على relation. يعني ما ينفعش تقول لي انا عندي clustering index على department number وفي نفس الوقت primary index على SSN. ليه ما ينفعش؟ لان الاثنين types of these indexes clustering index والبرايمري اندكس بيتطلبوا ان الريليشن تبقى مترتبه، وما ينفعش الريليشن تبقى مترتبه في نفس الوقت على الديبارتمنت نمبر وعلى الاس اس ان. لو هي مترتبه بالاس اس ان هتلاقي الديبارتمنتس ما هياش مترتبه، لو هي مترتبه بالديبارتمنت مش هتلاقي الاس اس ان مترتب. فما ينفعش يبقى عندك برايمري اندكس وكلاسترنج اندكس في نفس الوقت، ما ينفعش يبقى عندك اثنين كلاسترنج اندكسز في نفس الوقت. طب لو انا محتاج اندكسز ثانيه اقول لك عندنا secondary index
والسكندري اندكس دوت it provides السكندري means of accessing a file. لو انا عندي already some primary access already exists، عندي طريقه already primary access موجود على اساس ان الفايل مترتب بيها سواء primary index او clustering index، تمام. بس انا عايز اعمل index تاني على حاجه تانيه مش مترتبه، عايز اعمل index مثلا على المدينه اللي الطالب اتولد فيها، عايز اعمل index على القسم اللي انت فيه. So the secondary index it may be on a field which is a candidate key and has a unique value أو non key وفي duplicate values. ممكن ال secondary index يكون على field الفيلد دوت unique يكون candidate key ما هوش primary key هو يدوبك secondary key، أو يكون على non key attribute بمعنى أن عندي duplicate values فيه. المهم ان الداتا فايل مش مترتب بالكي اللي انا بدور عليه، بالاتريبيوت، بالسيرش اتريبيوت اللي انا بدور عليه. الاندكس الحقيقه هو دايما مترتب، الاندكس اللي هو موجود في الجنب ده دايما مترتب، حتى في حاله السكندري اندكس دوت دايما هيكون مترتب على الاندكس فيلد فاليو. هو مترتب، هو عبارة عن اتنين fields. أول field the first field is of the same data type as the non-ordering field اللي أنا بدور عليه، وتاني field هو يا إما block pointer أو record pointer. تعالوا نبص مع بعض. أنا عندي هنا هو ده data file، عندي attribute معين ما هواش primary key، ما هواش مترتب. It's a secondary key field. كلمة secondary key معناها إن مفيش عندي تكرار. إحنا اتفقنا candidate keys بيتحولوا إلى primary key وإلى secondary key. ما نتلخبطش هنا بين كلمة secondary index و secondary key. كلمة secondary key معناها it's candidate key ما هواش primary key. تيجي كده تقول لي بص أنا عندي entry هنا هوت لكل ريكورد، تقول لي فلان دوت فين؟ اقول لك اه نمره 2، تدور عليه كده تمشي مديني بلوك بوينتر، اخد البلوك ده فلان دوت موجود فين؟ اه تنزل كده هوت وراه يقول لك اه ده موجود هنا في بلوك نمره البلوك دوت، تلاقي تعمل ديسك اي او وتجيب البلوك دوت في الميموري، تقعد تدور بقى فيه في الميموري، تعمل لينير سيرش في الميموري نانو سكندز مستخدمه، تمام، هتلاقي نمره 2. يبقى عملت 1 ديسك اي او، عملت هنا هوت اول حاجه باينري سيرش هنا عشان تدور على الكي على الفيلد اللي انت بتدور عليه، بتدور على 10 تقعد تعمل باينري سيرش بلوج عدد البلوكس اللي في الليفل دوت، تاخد ال 10 تاخد البوينتر تعمل انذر ديسك اي او عشان تجيب البيج ديت. يبقى عندي هنا عدد ديسك اي اوز عملتها لوج، وعندي عدد ديسك اي او هنا هوت واحد عشان اجيب البيج ديت، وبعد كده قعدت ادور في الميموري على الايتم. وعشان كي اتريبيوت دوت فبالتالي مفيش عندي تكرار لكل ريكورد فيه انتري، وانا عارف ان هو انتري واحده، فانا يا دوبك عايز اعرف البلوك اللي الانتري ديت موجوده فيه. هناخد مثال كمان شويه لو دوت ما كانش كي اتريبيوت. المهم ان اول فيلد عباره عن ايه؟ عباره عن الفاليو النون اوردرنج فيلد اللي انا بدور عليها دوت نان اوردرنج مش مترتب، الفيلد دوت القيمه بتاعته اللي بدور عليها. وتاني واحد ممكن يكون بلوك بوينتر زي المثال اللي احنا شفناه في حاله السكندري كيز، او ريكورد بوينترز دوت هنشوفها كمان شويه على طول. وممكن يبقى عندك بقى از ماني سكندري كيز ممكن يكونوا عندك. ممكن يكون عندك از ماني سكندري كيز، تمام، اللي هم بتدور تعمل اندكسنج عليهم فور ذا سيم فايل، يعني ممكن تعمل يقول لي انا عايز اعمل secondary index على ال date of birth، عايز اعمل secondary index على ال department اللي هو موجود فيه، عايز اعمل secondary index على المانجر بتاع ال employee. تقعد تقول لي اي secondary index زي ما انت عايز. ال constraint الوحيد ان انت ما ينفعش يبقى عندك غير clustering index واحد او primary index واحد على الفايل، ما ينفعش الاثنين حتى. It includes an entry for each record in the data file بمعنى it's a dense index. Its secondary indexes are dense index
لكل ريكورد في عندي انتري، لكل ريكورد في عندي انتري. ريكورد نمرة واحد في الفاليو نمرة واحد هيكون موجود فين؟ يقول لك بص انت هتمشي تلاقيها هنا اهو في البلوك ده. ده مثال تاني لما يكون عندك فيه تكرار، لما يكون عندك فيه هنا هو تكرار الحقيقة ده ديبارتمنت نمبر. لو افترضنا ان التيبل دوت مترتب مثلا بالبرايمري كي اس اس ان وعندك برايمري اندكس عليه، فانا دلوقتي عايز اندكس تاني على الديبارتمنت نمبر، ات ويل بي سكندري اندكس. فالسكندري اندكس ان هو الديبارتمنت نمبر في عندي تكرار ما هواش مترتب، في عندي تكرار هعمل ايه؟ هخلي عندي ان هو لكل ديبارتمنت لكل فيلد فاليو لكل يونيك فاليو انتري. بس الحقيقه انا عايز اعرف يا ترى الناس اللي في ديبارتمنت واحد دول موجودين فين؟ ده انا عندي واحد موجود هنا هو فوق، وعندي واحد تاني هنا هو، وعندي واحد تالت هنا اهو. اقول لك ايوه، انت هتعمل لك بلوك تاني جوه الاندكس. البلوك دوت اتس بلوك اوف ريكورد بوينترز. ده بيقول لك انا موجود فين؟ ده انا موجود في البيج ديت الريكورد الفلاني. انا موجود فين؟ ده انت عندك واحد امبلوي تاني في ديبارتمنت واحد موجود في المكان دوت، تمشي كده ورا الخط دوت عشان تروح هنا. انا موجود فين؟ انا موجود في الحته ديت، تنزل لغايه هنا. فيبقى عندنا ان اندكس فايل تدي له الكي معين ويديك بوينتر على بلوك، والبلوك دوت جواه ايه؟ جواه ريكورد بوينترز. يعني تاخد كل بوينتر يقول لك الريكورد في الداتا فايل موجود فين. هل دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أعمل لها implementation لل secondary index لو عندي non key attribute مترتب عليه هنا اهوت، ما كانش كان في عندي تكرار؟ أقول لك دي الطريقة. كان ممكن طريقة تانية تقول لي بص أنا عندي entry لكل record، وبدل ما يبقى عندي ثلاثة pointers هنا، لا أنا عندي واحد وأول record pointer، واحد وتاني record pointer، واحد وتالت record pointer، وبعد كده نمرة اتنين واول ريكورد بوينتر لي، ويبقى عندي سنجل ليفل برضه ما احتاجش اعمل ليه السكند ليفل دوت. يبقى عندي دوبليكيت فاليوز هنا اهوت. ده كان حل. حل تاني، لا انا هخليهم برضه يونيك انتريز هنا اهوت زي ما انا متعود في بقيه الاندكسز اللي كانت شرحناها قبل كده، واخلي عدد بدل ما يبقى عندي بوينتر واحد هنا احط ثلاثه بوينترز، ثلاثه ريكورد بوينترز هنا. الثلاثه دول اكتبهم هنا، الاثنين دول اكتبهم هنا، ويبقى عندي variable length entry. بس variable length entry والانتري يبقى حجمها كبير، فوقتها هيبقى البلوكينج فاكتور بتاعي كبير، هيبقى البلوكينج فاكتور بتاعي قليل. يعني عندي عدد بلوكس كتيره هنا اهوت، فالباينري سيرش اللي هنا هيبقى اكتر. فوقتها يمكن واحد يفكر يقول لا الليفل اوف indirection ديت اتس وان ديسك اي او هنا، بس بوفر شويه في اللوج ديسك اي اوز اللي انا هعملهم هنا اهوت. انا عندي ايه ثلاث طرق كده اهوت قلناهم للسكندري اندكس في حاله النان كي اتريبيوت اللي بدور عليه. قبل ما نشوف مع بعض هنا اهوت بيقول لي types of indexes based on the properties of the indexing field. يا ترى الاندكس فيلد اللي انت بتدور بيه دوت هل هو used مستخدم for physical ordering of the relation؟ الداتا فايل نفسه مترتب حسب الاندكس فيلد. لو الداتا فايل كان مترتب ففي حاله ان الاندكسنج فيلد كي يبقى دوت اتس برايمري اندكس، لو كان نان كي ذاتس كلاسترنج اندكس. لو الداتا فايل مش مترتب ففي الحاله دي اتس سكندري اندكس في الحالتين سواء كي او نان كي. النقطه المهمه اللي لازم ناخد بالنا فيها من الاندكسز كلها اللي احنا شرحناها ذات اندكسز نيدز تو بي مينتيند. لازم يحصل مينتننس للاندكس. يعني ايه مينتننس للاندكس؟ يعني لو عملت انسرشن لستودنت جديد، امبلوي جديد حصل له انسرشن او ديبارتمنت جديد، فلازم تروح وات ابديت الاندكس. لو رحت وعملت ديليت للريكورد دوت يبقى لازم الاثنين ديت كمان نلغيها من هنا اهوت. لو الاثنين ديت خليتها تبقى 30 تمام، يبقى لازم هلغيها من هنا اهوت، وهنزل تحت هنا اكتب 30 واخليه يشاور على المكان الجديد. لازم الاندكس يكون اب تو ديت تمام، لازم يحصل مينتننس للاندكس. اخلي بالي بقى هل يا دوبك هغير البوينتر جوه الاندكس، ولا هحتاج زي حاله الاثنين اللي بقت 30 ان انا انقل المكان دوت كله هنا اهوت. لو كان عندي برايمري اندكس والريكورد كان
student ID تم تغييره، يعني المفروض البرايمري كي ما يتغيرش كطبيعه، تمام؟ لو عندك حاله وغيرت الديبارتمنت بتاعك، تمام، كان عندك كلاسترنج اندكس وغيرت الديبارتمنت بتاعك، فمكان الريكورد نفسه اتغير، فيبقى انت البوينتر بتاعك نفسه هيتغير، تاخد بالك اثناء عمليه المينتنس. اندكسز جميله قوي، بتسرع عمليه السيرش، بدل ما تروح وتدور في الريكورد في التيبل زي ما شفنا المثال من شويه، بدل ما تعمل لينير سيرش رحت عملت باينري سيرش ان هو على الاندكس اللي حجمه صغير وجبت الداتا بسرعه جدا. ايه اللي يمنعني ان انا اعمل اندكس على كل الفيلدز، بحيث لما تيجي تدور تقول لي سيلكت من ريليشن معينه وير اتريبيوت دوت بكذا، تمام، اروح اجيبه على طول، عندي اندكس على جميع الفيلدز. ايه اللي بيمنعني من كده؟ حته المينتننس كوست، ان انت لما تيجي تقول لي انسرت في الداتا هروح محتاج اعمل مينتننس لجميع الاندكسز اللي على الريليشن دي، هحتاج اعمل لو عملت لي ديليت من التيبل هحتاج اروح واشوف هل محتاج اعمل ديليت من كل الاندكسز اللي على التيبل دوت. فبالتالي السيرش سريع، الابديتس بطيئه، الابديتس مش بس بيابديت التيبل، ده هيروح يابديت الاندكسز كلها. and later on في الكورسز في الكورس هنعرف كمان ان في حاجه اسمها فيوز وماتيريالايزد فيوز، تمام، وقتها هتحتاج برضو تعمل مينتننس ليها، برضو بارت من الابديت ستيتمنت. عشان كده عندنا شابتر بنتكلم فيه على الفيزيكال ديزاين، هيقول لي طب يا ترى ايه الاندكسز اللي اعملها، ايه الماتيريالايز فيوز اللي اعملها، وقتها هنشوف ازاي نعمل الحته دي. اكيد مش هقدر اعمل كرييشن للاندكس على كل الداتا، اكيد مش هقدر اعمل اندكسز على كل الفيلدز اللي عندي. تعالوا نبص مع بعض برضو البروبرتيز اوف ذا اندكس تايبس، يا ترى انا عندي كام انتري في الاندكس، كام انتري في الفيرست ليفل اندكس، يعني دول كام انتري او دول كام انتري موجودين عندي. ففي حاله البرايمري اندكس احنا عارفين ان عندنا انتري لكل بلوك، في حاله الكلاسترنج اندكس عندنا انتري لكل ديستنكت فاليو، في حاله السكندري اندكس لو هو كي اتريبيوت فبقى عندي انسيدنس اندكس، عندي number of records هو عدد الانتريز، البرايمري والكلاسترنج اتس نون دنس، عدد البلوكس مش عدد الانتريز، مش عدد الريكوردز، عدد الانتريز في الاندكس مش عدد الريكوردز. لو عندي سكندري اندكس، تمام، وقتها تقدر تبص كده اهوت، هو انا عندي هنا كام انتري في الحاله دي، كان عندي number of unique values في الحاله دي لما كان كي اتريبيوت، كان عندي number of records على الامبلمنتيشنز المختلفه اللي موجودة اللي قلناها حتى هنا في حالة النون كي، تمام، سواء هتحط لي البوينترز كلها هنا يبقى عندك كام فاليو، number of distinct values، هتعمل تكرار للقيم اللي متكررة في الامبلمنتيشن التانية هنا هيبقى عندك number of records، فيبقى يا اما number of records يا اما number of distinct values، وده يخليها يا اما dense يا اما non dense. لو number of records it's that's dense، دايما number of records يبقى dense. Secondary index ما بناخدش حتة الـ anchoring ديت، ما عندناش block anchoring on the data file. الـ primary index احنا اتفقنا بناخد الـ anchor، والـ clustering ساعات أو ساعات لأ. يعني هنا هوت احنا أخدنا الـ block دوت، أخدنا الـ anchor دوت، الـ record دوت هو الـ anchor بتاعه، هنعلق الـ block من الـ anchor دوت، هو ده اللي أنا أخدته معايا هنا هوت، ده في حالة الـ primary index. في حالة الـ clustering index المثال اللي قدامي هنا هوت، تمام، انا بشاور على البلوك، انا هنا هوت اخدت انكر، عشان كده هوت هل بنعمل بلوك انكرينج او ولا لا على حسب نوع الاندكس. فدي البروبرتيز، انا هنا هوت لخصنا البروبرتيز المختلفه للاندكسز اللي اتعلمناها، سواء برايمري اندكس، كلاسترنج اندكس، سكندري اندكس، عندي كي اتريبيوت ولا نان كي اتريبيوت. اندكسز اللي خدناها كلها ديت كانت سنجل ليفل اندكس. طب عندنا مالتي ليفل اندكس، اقول لك اه مالتي ليفل اندكس ليه لا؟ هو الاندكس في الاخر عباره عن ايه؟ ما انت قلت لي ان الاندكس از ان اوكسيلري فايل، هو عباره كان عن ريليشن، كان عباره عن شويه انتريز شويه تابلز. الاندكس نفسه كان عباره عن جدول فيه اثنين كولمز، واحد فيه الاندكس كي اللي بتدور بيه،
والكولم التاني كان بوينتر قيمة. طب ما الجدول دوت ما انا ممكن اعمل اندكس عليه، بما ان الجدول ده دايما مترتب because a single level index is an ordered file we can create a primary index to the index itself. We can create a primary index to the index itself. في الحالة ديت الاوريجينال index هنسميه first level index والindex to the index هنسميه the second level index. يبقى انا عندي الداتا فايل بتاعي هنا هوت وعندي الاندكس عليه، تروح رايح تعمل للاندكس ده اندكس تاني، دوت الفيرست ليفل اندكس بتاعك وده الاندكس تو ذا اندكس ذات ذا سكند ليفل اندكس. عايز ادور على الاليمنت 51 او بلاش 51 وليكن 58، تقول لي 58 هنا هوت فين؟ تقول لي اه 58 ده قبل ال 85، يبقى هتاخد ال 55 تاخد البوينتر ده تعمل انذر ديسك اي او هنا اهوت عشان تجيب البلوك دوت، بتدور على ال 58 ده قبل ال 63 يبقى هتاخد البوينتر دوت، هتجيب البلوك دوت عندك في الميموري وهتدور في الميموري هتلاقي ال 58 هنا. لما قلت لك من شويه بلاش ال 51 عشان كنت هتعرف انه موجود من هنا على طول. كنت عايز اديك مثال ان انت تمشي على ال مالتي ليفلز بتوعك. وبما ان دوت كمان اندكس تو ذا اندكس، يعني ايه اندكس؟ يعني انتريز مترتبه. طب ما انا ممكن اعمل برايمري اندكس على الليفل دوت لو الليفل ده ما كانش 1 نود في المثال هنا عشان الداتا صغيره 1 نود، بس لو الداتا ديت كانت كبيره جدا هيبقى عندي هنا برضو جدول كبير ممكن اعمل عليه another index. So we can repeat this process creating a third level or fourth or fifth and so on until all the entries of the top level they fit in one disk block. ممكن نقعد نكرر العملية ديت لغاية اما ايه اخر level دوت يكون في one disk block. والحقيقة بدل ال one disk block دوت بقى اخر level بقى one disk block، ده انا مش محتاج اعمل عليه باينري سيرتش جوه على الديسك، ده انا هجيب اعمل 1 IO واجيبه الميموري واعمل باينري سيرتش في الميموري في نانو سكندز، وبعد كده اعمل 1 ديسك اي او عشان اجيب الليفل ده، 1 ديسك اي او عشان اجيب الليفل اللي بعديه، 1 ديسك اي او عشان اجيب الايه الريليشن في الاخر خالص. هلاقي اللوج بتاعي اتحول اللي هو النمبر اوف ليفلز، بدل ما كان اللوج بتاعي كنت بعمله باينري سيرش في الاوريجينال. So a multi-level index can be created for any type of first level index. مش شرط في المثال عندنا هنا دوت كان primary key ده كان primary index وعملنا multi-level على ال primary index، لا ده ممكن يبقى على اي نوع first level index، clustering index، secondary index، اي نوع index عندي هنا تقدر تعمل عليه multi-level index. A multi-level index can be created for any type of first level index as long as the first level index consists of more than one disk block. طالما الليفل ده أكتر من disk block تقدر تعمل multi-levels. وده على طول يروح مدخلنا على إيه ده؟ ده أنت بقى عندك tree. ده أنت بقى عندك tree. بقول لك level وفوقيه level وفوقيه level وهكذا بقى عندك tree، وعشان كده هنروح على tree indexes وإيه؟ هقول لكم انتوا هتروحوا الكتاب بتاع راجو راماكريشنانز ويوهانس يوركي وايه الكتاب بتاعهم الشابتر بتاع التري اندكسز تتعلموه هناك، في عندكم فيديو مخصوص تمام موجود عندكم من ضمن مجموعة الفيديوهات على الشابتر دوت، هتتعلموا بقى فيه هناك التري اندكسز الايسام والبي بلس 3 والبالك لودينج في البي بلس 3 هتتعلموه كويس هناك. في انواع تانية من الاندكسز، في انواع تانية من الاندكسز بتسمى هاش اندكسز. هاش اندكسز it's a secondary structure for the data for the file access. secondary structure for the file access يعني انت عندك الفايل نفسه موجود ممكن يكون مترتب بطريقة ما whatever تمام، بس انا عندي secondary structure. ايه secondary structure ده؟ بيقول لي we will use hashing on the search key other than the one used for the primary data file organization. انت عندك primary index مثلا قد يكون عندك
تمام، بس انا عايز ايه؟ هاش اندكس. الاندكس انتريز بتاعته بتدي له كي وبيدي لك بوينتر، سواء البوينتر دوت كان بوينتر على الريكورد اللي فيه الريكورد اللي فيه الكي دوت، او بوينتر على البلوك. الرسمه دي توضح لنا انا عندي ريليشن موجوده، انا عندي ريليشن موجوده ممكن يكون عليها برايمري اكسس ميثود مترتبه بالبرايمري كي او مترتبه بكلاسترنج كي وات ايفر، ماليش فيه. انا عندي هاش اندكس موجود على جنب هنا اهوت، هتديني فاليو معينه، هعمل ايه بالفاليو ديت؟ هدخلها على هاش فانكشن، الهاش فانكشن هترميني على باكيت، هروح الباكيت دوت اقراه، ولما اقرا الباكيت دوت هيديني الريكورد على، هيديني بوينتر على الريكورد اللي بتدور عليه. It's hash based indexing. تمام، يبقى عندي number of buckets كده اهوت، تحسب هاش فانكشن والهاش فانكشن بترميك على الباكيت دوت. وفي انواع بقى من الهاش اندكسز مختلفه، بس ايه في الكورس الاندر جراديويت دوت مش هتطرق لانواعها، وهل هي ستاتيك اندكسنج ستاتيك هاشنج وعدد الباكتس دوت ثابت، ولا عدد الباكتس دايناميك هاشنج وعدد الباكتس دوت ممكن بيتغير. تمام، وفي طرق مختلفه كده اهوت زي لينير هاشنج مش هنتكلم عليها في كورس الاندر جراديويت. تمام، ممكن في كورس جراديويت نتكلم عليها. يبقى احنا اتكلمنا النهارده على السنجل ليفل اوردرد اندكسز في الاول خالص، البرايمري اندكس والكلاسترنج اندكس والسكندري اندكس، وشفنا المالتي ليفل اندكسز، وديت كانت مقدمه للدايناميك مالتي ليفل اندكسز، سواء الاي سام سواء البي بلس 3. تمام، وكمان عندنا الاي سام هناخدها لما تروحوا الكتاب بتاع راجو. تمام، وفي الاخر خالص اخذنا الهاش اندكسز على استحياء كده اهوت، عرفنا ان هو موجود. تمام، ايه الفرق ده بين الهاش اندكس والاندكسز الثانيه؟ ايه الاوبريشن اللي انا ممكن اعملها على الهاش اندكس؟ هل ينفع مثلا اقول لك رجع لي الامبلويز اللي الهاش اندكس اللي الامبلوي اي دي بتاعها ما بين 1000 و10000؟ رينج سيرش ما ينفعش، انا لازم عندي ايكواليتي سيرش تقول لي وير امبلوي اي دي ايكوال كذا، اما اصغر منه واكبر منه ما تنفعش. ايكوال تقول لي بيساوي 5، هاخد الخمسة ادخلها في الهاش فانكشن هتديني الباكت، هدور الاقي 5 والبوينتر بتاعه. يمكن في حالة البرايمري اندكس مثلا او الكلاسترنج اندكس كان ممكن تقول لي ما بين كذا وكذا، واروح رايح مثلا تقول لي انا عايز الطلبة ما بين ارون لغاية الكساندر، فاشوف ارون اطلع عنده هنا هوت وافضل ماشي عليهم واحد ورا التاني لغاية ما اوصل لالكساندر. او تقول لي انا عايز الديبارتمنتس اللي هي اقل من 3، فيبقى هاخد ايه الثلاثه ديت، وعايز اللي قبليها تدور لي على بقى الواحد والاثنين، تبدا من الاول لغايه اما توصل لغايه الثلاثه، تاخدهم كلهم لغايه الثلاثه او ما بين 3 و5. تمام، كان ممكن نعمل حاجات كده اهوت. وفي التريز بتسبورت رينج وايكواليتي سيرش، هاش اندكس بيسبورت الايكواليتي سيرش بس. هناخد شابتر لاحقا باذن الله نتكلم فيه على الفيزيكال داتابيز ديزاين. احنا كده خلصنا الشابتر دوت indexing structures for files اللي موجودة عندنا. شكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.